طيب اليوم حناخد محاضرة اللي هي discrete time Fourier transform اللي هي discrete time Fourier transform. ايش هذه المحاضرة؟ هذه المحاضرة انه انا لو في انا عندي سيكونس ديسكريت سيجنال، ديسكريت سيكونس بتمثل بسيكونس، هذا السيكونس اسمه اكسس ان في الاندكس او في التايم دومين، بدي احول هذا السيكونس لفريكوانسي دومين اللي هي بدلاله الفريكوانسي امبليتيود بدلاله الفريكوانسي، برمز له اكس اي اوف جي اوميجا. بستخدم هذا الفورير اللي هو ديسكريت تايم فورير ترانسفورم، ديسكريت تايم فورير ترانسفورم بستخدمه عشان يقدر احول. طب انا ليش بحول؟ انا بحول علشان عده اسباب. من هذه الاسباب انه انا لما احول اشاره من تايم دومين ديسكريت من تايم دومين لكونتينوس في الفريكوانسي دومين، انا بقدر اشوف اكثر ديتيلز تفاصيل مخفيه في الفريكوانسي دومين في الاشاره اكثر منها ما هي موجوده في التايم دومين. هذا سبب. السبب الثاني انه انا في بعض العمليات الحسابيه انه صعب اعملها في التايم دومين، فبروح بتحايل وبعملها في الفريكوانسي دومين اسهل، مثل عمليه الكونفوليوشن. عمليه الكونفوليوشن في التايم دومين صعب، اقلب واضرب واقلب وزيح وشفت، في الفريكوانسي دومين بس ضرب وخلص، اضرب اشارتين بتطلع النتيجه. تمام. كذلك انت في بعض الحالات لما تيجي تحسب الانرجي للسيجنال تحسبها في الفريكوانسي دومين اسهل كتير ما تحسبها في التايم دومين، وحنشوف سؤال زي هيك. ففي كتير حالات الان في الابحاث، معظمهم الابحاث في ناس بيشتغلوا في الابحاث على الاشارات في التايم دومين، في ناس في الفريكوانسي دومين، وهنا بعمل تقدم وهنا بعمل تقدم، يعني شغل هائل على الناحيتين. طيب ايش القانون هو اللي بربط هذا العلاقه؟ القانون بيقول لك اكس اوف اي اوف جي اوميجا، القانون بيساوي سمشن اكس ان في اي اس ناقص جي اوميجا ان على الان بتساوي نقص انفينيتي الانفينيتي. لاحظ انه الاكسس ان هنا هي ايش؟ الديسكريت، هي الديسكريت سيجنال، والاكس في اوف جي اوميجا هي عباره عن مين؟ هي عباره عن هذا ديسكريت في التايم دومين، وهذه الايش سيجنال ايش في الفريكوانسي دومين. طيب كذلك اخوان الاكس اوف اي اوف جي اوميجا، لاحظ هذا فريكوانسي دومين، هذا تايم دومين، هذا ديسكريت، هذا ايش برضه كونتينوس، هذا ايش كونتينوس. كذلك انه هنا لاحظ الاكس اوف اي اوف جي اوميجا، اكس اوف اي هذا ايش بيروديك سيجنال، بيروديك سيجنال كونتينوس وكمان بيروديك وكمان ايفن فانكشن وكمان ايفن فانكشن وكمان ايفن فانكشن. لما اقول بيروديك ايش يعني بيروديك؟ يعني اكس اوف اي اوف جي اوميجا بتساوي اكس اوف اي اوف جي اوميجا زائد 2 باي كي، كي انتجر فاليو، يعني بتتكرر كل ايش؟ كل 2 باي، تكرر ايش؟ كل 2 باي. هاي معنى كلمه ايش؟ بيروديك. طيب الان وبرضه كمان كومبلكس، برضو ايش؟ كومبلكس سيجنال. ايش معنى كومبلكس سيجنال؟ يعني لها جزء ريال وفي لها جزء ايش؟ ايميجينري. كل هذا في مين؟ للاكس اوف اي اوف جي اوميجا. الان انا خليني اشوف مثال بسيط ونشوف ايش الجواب. لو انا قلت لك هنا اكس ان بتساوي على سبيل المثال 1 و0 و1، وانا حطيت لك السهم قلت لك find x of e of j omega من المثال اللي فوق، من حسب القانون اللي فوق، حسب القانون بتقول x of e of j omega بتساوي x summation من n بتساوي ناقص 1 ل1، تمام، x n في e ناقص j omega n، وتساوي هذه حتكون تطلع ايش بتساوي هذه؟ هذه بتطلع بتساوي بتطلع هذه بتساوي ايش؟ الاتي. اذا
عندي هنا اكسس ان بتساوي 1 و0 و1، وهي السهم اذا اكس اوف اي اوف جي اوميجا بتساوي 1 في اوف ناقص جي اوميجا ان، ان بحط ايش؟ 1، تمام، زائد 0 زائد زائد هان عندي ايش؟ 1 في اوف ناقص جي اوميجا 1. هنا شوفي بس، انا هنا عملت حاجة عشان بس الفت نظركم الها. هنا عندك هاد ان بتساوي 0، هاد ان بتساوي 1، وهاد ان بتساوي قديش؟ ناقص 1. فهنا عندي اي سمشن اكس ان في اي ناقص جي اوميجا ان، من ان بتساوي ناقص 1 ل 1. فاول واحد بعوض ايش بان ناقص 1، اعطيني اكس ناقص 1، اكس ناقص 1 عبارة عن مين؟ عبارة عن 1، هي الواحد. بعدين بحط محل الان هذا ايش؟ بناقص 1، ناقص 1 فناقص ايش؟ هذا بصير ايش؟ زائد. التاني هذا 0، التالت ايش بتحط هنا؟ انا عندي الان بواحد، 1 فناقص بصير هذا ايش؟ ناقص. اذا اكس اوف اي اوف جي اوميجا بتساوي اي بلس جي اوميجا زائد اي ماينس جي اوميجا، وتساوي 2 كوساين الاوميجا، 2 كوساين الاوميجا، تمام. الان الاكس اوف اي اوف جي اوميجا اخوان احنا قلت لكم عنها ايش؟ كومبلكس. ماذا لا كومبلكس؟ اذا بقدر امثلها بايش؟ باكثر من فورم. بقدر امثلها بايش؟ باكثر من فورم. بمعنى انه انا ممكن امثلها ب البولار فورم، اكسبوننشال فورم، ريكتانجولار فورم. اكس اوف اي اوف جي اوميجا بتكون هيك كالتالي، هاي الماجنيتيود تاعها في اي اوف جي ثيتا اوميجا، هذا ايش؟ اكسبوننشال فورم، تمام، وتساوي ماجنيتيود اكس اوف اي اوف جي اوميجا ماجنيتيود في الانجل ثيتا اوميجا، هاي كمان اللي هو البولر، كمان ايش هو البولر فورم، هذا عبارة عن ايش؟ البولر فورم. في ريكتانجولر فورم اللي هو عبارة عن وتساوي اكس في اوف جي اوميجا بتساوي سمشن اكسس ان في اي ناقص جي اوميجا ان، من ان بتساوي ناقص انفينيتي لانفينيتي، حيث ان احنا عارفين اي اوف جي ثيتا تساوي كوساين ثيتا زائد جي ساين الثيتا. الثيتا في الحالة هذه عبارة عن ايش؟ ناقص اوميجا ان، ناقص اوميجا ان. اذا اكس في اي اوف جي اوميجا بتساوي سمشن اكسس ان كوساين ناقص اوميجا ان، تمام، ناقص سمشن، وفي انا عندي هنا الجي ساين اوميجا ان، تمام. طيب في ملاحظة، ناقص اوميجا ان الكوساين هي نفسها موجب، لان كوساين ناقص اوميجا ان بتساوي كوساين الاوميجا ان، التنتين متساويات، تمام. بينما ساين ناقص ثيتا بتساوي ناقص ساين الثيتا، الكوساين عكسها، كوساين الثيتا بتساوي كوساين ناقص ثيتا، تمام. اذا هذا تطلع الاشارة وتساوي سمشن من ان بتساوي ناقص انفينيتي لانفينيتي اكسس ان كوساين اوميجا ان ناقص جي سمشن ساين الاوميجا ان. هذا الجزء هو ايش؟ الاميجيناري بارت، وهذا الجزء اللي هو عبارة عن ايش؟ هنا في عندنا هنا سمشن، هي سمشن طبعا سمشن من ان ناقص انفينيتي لانفينيتي، وهذا السمشن، وهنا في كلها خلي بالك هذا مضروب في كمان في مين؟ في اكس ان. هنا في انا عندي ايش؟ اكس ان، تمام. في هذا الايمجينري بارت، وهذا عبارة عن مين؟ الريال بارت. عشان هيك قلت ايش؟ هذه كومبلكس سيجنال اكس اوف اي اوف جي اوميجا. طيب
خليني آخر في السؤال اللي أنا حليته قبل شوي، اللي هو طلع عندي السؤال، طلع عندي أنا السؤال في قبل شوي، اللي هو طلع اللي في السؤال زي ما أنتم شايفين ده، هو طلع عندي إيش؟ 2 كوساين الأوميجا. طلع عندي 2 كوساين الأوميجا اللي هو هذا، هي القيمة 2 كوساين الأوميجا هذا اللي طلعت. معنى آخر إنه الإكس أوف إي أوف جي أوميجا بتساوي 2 كوساين الأوميجا. هان أنا بقدر أقول وتساوي x of e of j omega magnitude في e of j theta omega، بس وتساوي x of e of j omega magnitude angle theta omega. شوفوا يا اخوان، من هنا بقدر اللي هو بيطلع الماجنتيود x of e of j omega، الماجنتيود هو عبارة عن 2 كوساين الاوميجا، تمام؟ هو هذا هو عبارة بتساوي الريال بارت. الكومبلكس بارت اللي هو بيساوي ايش؟ صفر. بيساوي ايش؟ صفر، تمام. الان الثيتا اوميجا، الان الاكس اوف اي اوف جي اوميجا بتساوي اي زائد جي بي، حيث الاي اللي هو الريال بارت اللي هو كوساين، وهذا البي اللي هو ايش؟ الايميجينري بارت. الثيتا اوميجا اللي هي بتساوي تان انفرس بي على اي، تان انفرس ايش؟ بي على ايه. الان من السؤال، هذا السؤال اخذناه، هذا السؤال اللي هي عباره عن البي بتساوي صفر والاي بتساوي 2 كوساين الاوميجا، تمام. اذا ثيتا اوميجا بتساوي تان انفرس بي صفر على ايه؟ 2 كوساين الاوميجا. ايش الزاويه التان بتساوي التان الصفر اللي هي بتساوي ايش؟ صفر. الزاوية إذا ثيتا أوميجا بتساوي إيش؟ صفر. خلاص، هذا من السؤال، من السؤال الأولاني اللي إحنا إيش أخذنا. خلينا الآن to go one step forward ونخش كمان بعمق أكثر، وأقول لك أنا مثلا لو كان أنا عندي إشارة اللي هي عبارة عن بدل ما أعطيك sequence بدي أعطيك function، أعطيك لي ليونت ستيب، يونت ستيب بتعطيك يونت ستيب فانكشن، وبدنا نشوف الحل بتاعها. لو قلت لك انا عندي اكسس ان بتساوي دلتا ان، فايند اكس اوف اي اوف جي اوميجا، هاي السؤال. لك اكس اوف ان بتساوي، اوجد اكس اوف اي اوف جي اوميجا، بتقول اكس اوف اي اوف جي اوميجا بتساوي سمشن دلتا ان في اي سناب جي اوميجا ان على الان بتساوي نقص انفينيتي انفينيتي. لاحظوا انه كل السمشن عند اي ان بتساوي صفر، ما عدا عند ان بتساوي، عند ان بتساوي، عند ان بتساوي صفر، يعني بتساوي دلتا صفر في اي نقط جي اوميجا صفر وتساوي واحد. اذا الديسكريت فوري ترانسفورم للدلتا ان اللي هو بيساوي قديش؟ واحد. طب انا قلت لك اكسس ان بتساوي دلتا ان ناقص ان نوت، اوجد اكس اوف اي اوف جي اوميجا، فايند بتقول لي سمشن دلتا ان ناقص ان نوت في اي ناقص جي اوميجا ان على ان بتساوي نقص انفينيتي. هذا برضه نفس الشيء معرفه بس عند قيمه ايش؟ ان نوت، وتساوي، وتساوي عند ان بتساوي ان نوت معرفه فقط، وتساوي دلتا ان نوت ناقص ان نوت في اي ناقص جي اوميجا ان نوت، وتساوي دلتا صفر في اي ناقص جي اوميجا ان نوت وتساوي واحد، لانه هذا واحد وهذا ايش؟ القيمه ايش؟ هذا القيمه، سوري، هذا القيمه واحد، وهذا بيطلع ايش؟ اي ناقص جي اوميجا ان نوت، وتساوي الجواب اي ناقص جي اوميجا ان نوت. اذا الديسكريت فوريير ترانسفور تاع دلتا ان ناقص ان نوت هي عبارة عن اي ناقص جي اوميجا ايش؟ ان نوت. بدي هذه مهمة جدا وبدي الكل ايش يعرفها. بستخلص الاتي، لو كان عندي اشارة اكس ان، ايش الديسكريت فوريير ترانسفور تاعها؟ اكس اي اوف جي اوميجا. لو عندي اشارة اكس ان ناقص ان نوت، ايش الديسكريت فوريير ترانسفور تاعها؟ اكس اوف اي اوف جي اوميجا في مين؟ في اي ناقص جي اوميجا ان نوت. والعكس صحيح، هذا ناقص هذا ناقص، لو كانت هذا موجب هذا ايش؟ موجب.
تمام. وكذلك لو كان انا عندي مثلا اكس اي اوف جي اوميجا ناقص اوميجا نوت، الشفت في الفريكوانس دومين ايش هيعطيني في التايم دومين؟ هيعطيني اكس اس ان في اي ناقص جي اوميجا نوت ان. لاحظ هنا ايش راح يصير، هنا ناقص تمام، هنا حتكون ايش زائد عكسه، شلون هنا عكسه؟ لو كانت هنا زائد حتكون هنا ايش ناقص، بس هنا انما في التايم دومين هنا هنا ايش نفس الاشاره، هذه نفس زائد ناقص وهذه ايش زائد ايش ناقص. تمام، هيك احنا مشينا في النقطة هذه. كذلك انا ممكن اتطور واعمل بالنسبة لمعادلة اخرى، اللي هي نحسب مثلا على سبيل المثال لو قلت لك اكسوس ان مثلا اكزامبل اكسوس ان بتساوي نص ان يو ان فايند اكس اوف اي اوف جي اوميجا، بتقول لك تمام اكس اوف اي اوف جي اوميجا بتساوي سمشن نص ال n u n تمام e ناقص g اوميجا n من n بتساوي ناقص انفينيتي ل انفينيتي. لاحظ هنا ايش اللي فيه، هنا بسيطه، لاحظ انه هنا ال u n بتروح للمعرف بس من عند صفر، بتصبح n بدل انفينيتي بتصير ايش n بتساوي صفر ل انفينيتي. تمام، هذه وتساوي سمشن نص e ناقص g اوميجا الكل ايش n من ان بتساوي صفر لانفينيتي، اللي هي بيعطي رقم واحد على واحد ناقص نص اي ناقص جي اوميجا. تمام، حيث ان نص اي اس ناقص جي اوميجا ماجنتيود اقل من واحد، اللي هذا الكميه مش بتساوي نص، هذا بتساوي ايش نص، حيث ان الماجنتيود تاع دائما الماجنتيود للاي جي اوميجا جي ثيتا ماجنتيود اللي هو بتساوي قد ايش واحد. تمام هيك اخوان، تمام هذا ايش مثال. الان انا لو انا اجيت قلت لك مثلا قلت لك اكزامبل مثلا انت اوجد لي اياه، قلت لك اكسس ان بتساوي نص الان يو ان ناقص واحد، بدك توجد لي هذا الحل، هذا السؤال. نفس الفكره انت بتقدر توجد حل هذا السؤال عن طريق انه هو عن طريق نفس الفكره هذيك، بتقول سمشن نص الان يو ان ناقص واحد في ناقص جي اوميجا ان من ان بتساوي ناقص انفينيتي الى انفينيتي. الآن اليو أن معرف من عند وين، هنا عند الواحد، أنا بتساوي سمشن أن بتساوي واحد من فينت نص إي ناقص جي أوميجا الكل إيش أن، بس هذه واحد أنا بدي أبدأ على القانون بعرف من وين، من صفر، فبروح بتحايل على هذه وبعملها كالتالي، هذا عبارة عن سمشن أن بتساوي صفر، زودت إيش رجعت لورا زودت الصفر نص اي ناقص جي اوميجا الكل ان ناقص نص ناقص جي اوميجا الصفر، بطرح منها قيمة ايش الصفر وتساوي واحد على واحد ناقص نص اي ناقص جي اوميجا ناقص ايش ناقص واحد، وتصفي الحل مع بعض اكس اوف اي اوف جي وتصفي الحل مع بعض زي ما احنا شايفين. طيب لو انا جيت قلت بدي اعطيكم سؤال اقول لكم اكس ان بتساوي 2 2 0 2 2 وهنا الاندكس، قلت لك فايند اكس اوف اي اوف جي اوميجا ايش بيساوي، دغري بتقول لي ايش، بتقول لي هذه اكس اوف اي اوف جي اوميجا بتساوي سمشن من ان بتساوي ناقص 2 لان بتساوي 2 اكسس ان في اي ناقص جي اوميجا ان، اللي هي بتساوي عندي 2 في اي ناقص جي اوميجا ناقص 2 زائد 2 في اي ناقص جي اوميجا في ايش في ناقص 1
زائد صفر زائد اتنين في اي ناقص جي اوميجا اتنين زائد اتنين في اي ناقص جي اوميجا، لانه هنا ان بواحد، هنا ان بواحد، وهنا ان ايش باتنين، في هنا عندي ايش اتنين، هذه ان تساوي اتنين، هذه ان بتساوي واحد، هذه ان بتساوي ناقص واحد، هذه ان بتساوي ايش ناقص اتنين. فانا عندي هنا ناقص اتنين ناقص واحد، وبعدين انا عندي هنا اي ناقص جي اوميجا، اي ناقص جي اوميجا ان اللي هنا عندها عندي واحد، وبعدين هنا اي ناقص جي اوميجا ايش اتنين. تمام، لاحظ ايش اللي في، انا عندي هنا عندي اتنين، وعندي هنا اي ماينس اتنين، وهنا عندي ايش اي اس ناقص جي اوميجا هنا اتنين، اذا هو تساوي اتنين اي بلس جي اوميجا اتنين، وعندي هنا زائد اتنين اي ماينس جي اوميجا اتنين، واحدة بلس وواحدة ماينس، هذه ماينس وهذه ايش بلس. تمام، زائد عندي اتنين اي بلس جي اوميجا زائد اتنين اي ماينس جي اوميجا، وتساوي هذيك اللي فوق اتنين 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 اللي هنا عندي، هذا بتساوي اتنين كوساين اتنين اوميجا زائد اتنين اتنين ساين الاوميجا، ومضروب كمان في اتنين، لانه لو ضربت هذه فوق اتنين وتحت باتنين، تمام، لو ضربت هذه فوق باتنين وتحت باتنين ايش هيعطيني هنا، هيعطيني هذه، واخذت الاتنين هنا برا، هذه الاتنين برا، بصير انا عندي هذا الكلام اللي هو عبارة عن اربعة كوساين اتنين اوميجا زائد اربعة ساين الاوميجا، هذا عبارة عن اكس اوف اي اوف جي اوميجا. تمام، خليني اشطب هذه عشان ايش تعرفوها. هيك هذا حل، هذا حل السؤال، هذا السؤال. هيك احنا خلينا نخلص على الفيديو هذا ونكمل فيما بعد. شكرا.